معايا دلوقتي على الهاتف صديق عزيز ليك، ذكرت اسمه دلوقتي، هو النجم الكبير، واحد من اهم وابرز نجوم النادي الاهلي، الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس. يا كابتن وائل صباح الفل، مشرف ومنور. ازيك كريم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مشرفني ومنور. والله الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ كله كنت كويس؟ بساله على اصدقائك في النادي الاهلي والناس اللي بتتواصل معاهم حتى الان، فقال لي وائل رياض شيتوس بتواصل معاه. فلافيو شيتوس. شيتوس اوريو فلافيو. طيب هو لسه مكشر ولا بيلحق؟ ما بحاول معاه من بدري يعني، بحاول بس هو يعني فاكك شويه النهارده، فاكك. وانت واضح ان انت دخلت خليته يضحك اكتر كمان. خليك معايا يا كابتن وائل لحد اخر الحلقه لو سمحت. طيب قول له، بص انت قول له، بس قول له، قول له فاكر شيتوس لما كان بيقلد طارق السعيد؟ هيضحك على طول. بص هتلاقيه ضحك دلوقتي على طول، اول ما المترجم يترجم له هيضحك. اوكي. طب فاكر كان بيقلده ازاي؟ نشوف كده. ايوه طبعا، كان دايما بكتفه الاعلى، وكان دايما شيتوس كان دايما بيهزر مع كابتن طارق بالطريقه طبعا. طيب انا دلوقتي كريم، انا عايز ارحب بفلافيو طبعا، نجم كبير جدا ولعيب كبير قوي، وانا اتشرفت ان انا اتزاملت معاه في النادي الاهلي. ويمكن فلافيو، انا سامع الحوار بتاعكم، بس عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان في السنه اللي هي تعتبر سنه كبيسه بالنسبه لفلافيو، ما كانش بيحس فيها اهداف خالص، وكان متالق جدا في التمرينات. يعني احنا كنا بنستغرب، بنستغرب في التمرين، كان بيجيب اجوان من كل حته وبيعمل كل حاجه في الكوره. فلافيو من الفراوده القليلين اللي انا لعبت معاهم يا كريم، اللي حريف ولعيب وبيعرف يجيب جوان بدماغه وبرجله بطرق كتيره جدا، وتحركاته طبعا رهيبه. صح. فاحنا ما كناش يعني كنا مستغربين ان في سوء توفيق، انما كنا عارفين ان هو لعيب كبير. يعني ما كانش عندنا ادنى شك. يعني طبعا الجمهور ما بيتفرجش على التمرين، الجمهور ليه 90 دقيقه اللي بتطلع في المباراه. طبعا. انما احنا كلعيبه زملناه في الملعب في التمرين، فاحنا شايفين تالق غير طبيعي. طيب كابتن وائل، هسالك سؤال في الجزئيه دي، جزئيه لعيب كوره بقى. انت دلوقتي راجل موجود في الملعب مع فلافيو، انت وانت حاسس انت بتدي له الكوره، بتدي له ثرو، بتدي له عرضيه، لا فلافيو مش هيجيبها جول، فمش هتضايق. يعني فكره ان انت كلاعب في المباراه ولا في التمرين؟ في المباراه ثقتك بتبدا تقل في المهاجم اللي جنبك، يعني تبقى قلقان، ودي بتحصل يعني من اللاعبين، يقول لك لا لو اديتها له ممكن ما يعرفش يتصرف فاديها لحد تاني. دي حصلت؟ حصلت من لاعبي النادي الاهلي؟ لا ثقة قلت؟ ما حصلتش لسبب يعني الواقع بيقول غير كده. الكلام دوت لو ما جالوش فرص، انما هو جات له فرص، جات له فرص من اتاحه الفرص من زمايله. فكان وائل رياض بيعمل له، كان ابو تريكه بيعمل له، كان بركات بيعمل له، كان عماد متعب بيعمل، كل اللعيبه اللي لعبت في المرحله دي اللي هم البلاي ميكرز اللي بيقدروا ان هم يصنعوا لعب، خلقوا له فرص، انما هو ما كانش موفق في السنه الاولى. انما انا بكلمك بقى في التمرين، لما كان بيتعمل له نفس الفرص كان بيحرز، وبيحرز بشكل ممتع. سبحان الله. ففلافيو ما احنا ما كناش قلقانين، وكان مانويل جوزيه مش قلقان خالص، انما هو سوء التوفيق لازمه، انما بعديها فتحت بشكل كبير. انا افتكر موقف اتفضل والله، يعني ابو تريكه في قبل نهايه الموسم اللي فلافيو ما كانش موفق فيه، ابو تريكه قال لي فلافيو ده هيبقى هداف الدوري السنه الجايه. قلت له ابو تريكه ده يعني، طب يعني قول ان هو هيفتح بس يجيب جونين ثلاثه، انما هيبقى هداف الدوري التوب سكورر؟ قال لي والله هيبقى هداف الدوري، وقد كان هداف الدوري بعديها السنه اللي بعديها على طول. صح، موسمين مع النادي الاهلي. طيب بالزبط. لحظه، فلافيو تفتكر ايه بقى لشيتوس معاك؟ تفتكر له ايه ذكرياتك معاه في اوضه اللبس وفي الملعب؟ شيتوس واحد من النجوم الكبار في تاريخ النادي الاهلي طبعا. كان دايما احنا بنفهم بعض كويس جدا، دايما كنا بنهزر مع بعض كتير جدا، والدعابه كانت دايما، روح الدعابه كانت دايما كويسه. دايما كان عنده الطريقه الحلوه ان هو يهزر ويقلد بعض اللعيبه، كانت طريقه جميله جدا وكانت مضحكه جدا، فكنا دايما كان عندنا طبعا صداقه قويه جدا. انا فاكر جدا اول جون مع الاهلي كان جون مهم، هو كان قاعد على دكه البدلاء، بس هو اول ما جاب الجون انا شفته كان مبسوط جدا، وهو كان بيشاور لي ان هو مبسوط جدا،
لاني كنت جبت الجون بدماغي بالهيد. بس هو كان مبسوط جدا, ودي حاجة أنا شفت إن اللعيبة كلهم كانوا مبسوطين جدا إن أنا جبت الجون ده. أنا شفت إن هما كانوا مبسوطين جدا, وشفت إن هما كانوا مستنيني أجيب جون. وكابتن شيتوس كان على دكة البدلاء يومها, وأنا شفت في عينه الفرحة, وشفت في عينه إن هو كان مبسوط جدا إن أنا جبت الجون اليوم ده. نجم كبير رائع محترم ومهذب الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس. أنا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة مع النجم الكبير أمادو فلافيو. شكرا جزيلا كابتن وائل.